بيع اللي عم بيحصل الآن الطلبات، أنا أذهب لأخذ سلعة أدفع لهذا التاجر قيمتها وأعود من بعد ذلك إلى الشخص الذي اشترى هذه السلعة وأخذ قيمتها زائد قيمة التوصيل، فما حكم ذلك؟ هذا أخونا يسأل عن مسألة واقعية في هذا الزمان، وهي أن شخص يقوم بتوصيل الطلبات، فمثلا يريد أن يوصل طعاما وثمن هذا الطعام 20، ثمنه 20 دينارا، وأجرته 3 دنانير مثلا، فهو يقول لصاحب المطعم بدل أن أذهب إلى الشخص وأحضر المال من عنده ثم أرجع إليك، فأنا أعطيك الآن ثمن الطعام وأنا أخذه منه، أتقبل؟ فيقول له نعم أقبل. هذه وكالة، هذه إيش؟ وكالة، ولم يحصل لا بيع ولا شراء، لم يحصل لا بيع ولا شراء، وإنما هذا الشخص هو عبارة عن ماذا؟ أصبح مفوضا وكيلا، فعندما يصل إلى الجماعة يعطيهم الطعام ويأخذ 20 دينار ويأخذ الدنانير الزائدة وهي أجرته. طبعا من شروط الوكيل الذي ينبغي أن نفهم أنه إذا حصل أي شيء في الطعام فلا بد أن يتحمله صاحب المال الأصلي، ولا يحمله على هذا الشخص الذي يوصل الطلب. فإن شاء الله الأمر سهل وما في حرج، لا من قريب ولا من بريء ولا من بعيد، وهذا ليس في بيع ما لا يملك، وليس في قبض لشيء مجهول، فحصلت الشروط والحمد لله. نعم غير